إلى قطاع التربية الآن، حيث تخصص العديد من روضات الأطفال أقساما للبالغين من العمر 3 و4 سنوات بغية إعدادهم نفسيا ومعرفيا للقسم التحضيري، حيث أصبحت مرحلة ما قبل التحضيري إلزامية للطفل حتى يتعود على الدراسة والولوج إلى عالم المعرفة من أوسع الأبواب. مزيد من التفاصيل مع هاجر زليلف. تعد مرحلة الطفولة المتوسطة السن المناسب للالتحاق بمقاعد الدراسة روضات أطفال منتشرة هنا وهناك، يلتحق بها أطفال في عمر الزهور. يتم تدريب الأطفال على الاندماج في الوسط المدرسي، تعويد الأطفال بالاتكال على الذات. تنمية المهارات الفكرية والمعرفية للطفل وفقاً للبرنامج الجديد. هو برنامج مختلف ومتنوع ما بين الأشكال، لي شيفخ، الأرقام، الأعداد، الحروف. نستعملوا كاع الوسائل، بداية نستعملوا العجينة، الطبشور، نستعملوا ميم طريقة تاع الهواء هكذايا باش نلحقوا للكتاب ولا للقلم. مرحلة التحضير للتحضير مهمة في تكوين وتنشئة الطفل عن طريق اللعب والأشغال اليدوية حتى يتمكن من اكتساب خبرات معرفية تساهم في إثراء رصيده اللغوي والفكري شفهيا ثم كتابيا. هذا استعداد معرفي لمسار دراسي كامل تبنى فيه شخصية الطفل في دور الحضانة مثل ما يريد الأولياء، هي الدراسة عن طريق اللعب، أي نتعلم الأرقام عن طريق اللعب. الذين مروا بدور الحضانة والسنة الأولى تحضيري يكونون متحكمين في الكتابة، متحكمين في الحفظ. زيادة على إلزامية مرحلة التحضير، فإن المناهج التربوية أصبحت تفرض على الأطفال المرور لمرحلة ما قبل التحضير كونها تساعد الطفل في الولوج لعالم الدراسة.